صفة التيمم. ربي برباب تيمم. ينوي بقلبه. يعني نخرم جد. يسمي يقول بسم الله. يقول بسم الله. ثم يضرب بباطن كفيه فقط على الأرض ضربة واحدة باليدين. بالطمع كين يوك بات داي رباه ينو كواي تكان داي دكروي تيمم. ويمسح الوجه. روي كيوك موك جود موك. ويمسح ظاهر الكف اليمنى باليد اليسرى بباطن كف اليسرى. بالطمع جود خنون داي كان سدام داي بوه ريكا بات داي كان شوي. ثم يمسح بباطن كف اليمنى ظاهر كف اليسرى. بالطبع موك يوم ترو تجود نون دان داي كان شوين داي بات داي كان سنام. يخرج بهذا يصلي. بالطبع موك قد عاجين داي ربيبني عاج تو سمبه يان بان. متى يستطيع المسلم أن يتيمم؟ طابينا نيا إسلام عاج تيمم بان. إذا لم يجد الماء. نبينا داي من منطق. أو كان يحصل له ضرر باستعمال الماء كأن يكون برد شديد أو مرض مثلا. رك قد من بنها دائما عاج برا برا تقبان دو جي ترجع رنغي خلان رك قد من جمع دائما عاج برا برا تقبان.